كلهم ناقصين ضوض يلقي على ملك السؤال جوكتان وحد كسر دواتان برنامج ككلن كتضبات ك وجمع كست أتقطع وطن كان دقي ستان إذا عض إي تي في وشبع اللي أسبوعا وحنوجه لنا فلان قين أما ضل حديرته هالقلق اللوجو مع عدري زولين تدقن حمضي وحيبها مانك الدورية قدميها قبل كبنات دير أهنا دوق مقدشة إياه هالقلق هرك عياه كاس أو دور جير لسمي لنعيك لدون ينكي إنا يسيد الله أركوتي اللابد وقادي قدميها قبل ك هذا لهين تكاد التي عرنتاس كالنت علماء كل يهين وعيقلنت يلا دقالن كمان دوريها يوحى لقبران كرو وحن قلق يبقل يبرامج كينا بروفيسر شافيع يوسف عمر وكم بدا قوية هندا سوماليد وكسو قندل كديبت دي سقط كأي وقيب قادن دون برامج كا أستاذ قليف كذوي وكم بدا بحض وحبر الشدي عثمان زيفوين وكم بدا لان يرادو وحكبرة الجامعة ده مقدشو أيان قلق يبقل يبرامج كينا وبالله بدونا لما انتي كسو الوادا برامج كا كلان كتطبات كا إذا عادي تي في الشبيلة قليف كذا قسلو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا إلهي سبحانه وتعالى وما هضر أن أصل ناطي وحن كلهم أمة دعينا هي وربهين تشبيلة قارهان صاحبك عبد الستار وبرنامج كده دهينا هي هذا نوصل لابتو سؤاشة لقوي دي موضوعا هنتي شقالة أيضا قبل كبنادر وشقاء آدي آد مهم وأهيد لانا أران كرا وشقاء إلا صداهين ما دع هذا الجوت يكون كهري ما حي لي عوان كسيدا كم وغطوا وزولنت من دوريها يا أنشح ماذا مر كان نايب بلش مسلمين دين الإسلام أهمية دوين بواحد سيسي حمانت إلا لدى علمه وناجن أمضى الله أمره إن بضم بإله سبحانه وتعالى أمضى قرآن كوشة وناجن إسفران حمانت إسكريبان نبينا صلى الله عليه وسلم سيداس وكلمات كوفرا تصالح هذا سوق آيات قرآن إلهي سبحانه وتعالى وحورنا يا أسوى كهل يا وناج إني أمضوا إسفران حماتا إسكريبان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلهي وعليه سبحانه وتعالى رقى مؤمنين تا يدمر كمؤمنين تا وعدد إسكحرا يأمرون بالمعروف إلهي قدرة وينهون عن المنكر وناج إسفرها يان وحين إسكريبها يان حماتها إلهي سبحانه وتعالى مركب ما داب المؤمنين تصفوين كذي تلمامود وكذي إني وناج إسفران حمانتنا إسكر يابان قبل كي بنادر نمانت أرنت أو كل غاقي أرتا آدي آدي أقوم هاتسين ملاحظ رنتي وأنا شغل صوت ده هذا هذا وكب بعدين إني اللي بجبران نبي جن صلى الله عليه وسلم أسوى الله الله يوم مطردن وعليه نبي صلوات الله ربي وسلامه عليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده نبي عليه قف كي إذنك إذن كمدة مؤمنين على الله الله يا أو منكر أجاده أركل حتى شرد معه مال منكر كو أجاده منكر كاس هزولي نبي صلى الله عليه وسلم وحو شيء غاب كل جزولين كره وحو يري نبي قعنتي سهولات تغو أما عرب كه كديدو هذوس عرب كينا كشيء كرين قعنتي نكو بابين كرين قلبي كه كديدو وحو شيء غي مستقليف مركان وحسود اللي سي أيضا قرآن أي حديث كهل ليا إن وناقل إسفرح ما أنت لسكريبه مركان إجناه وقال كان قدوميها هرك عيا تلا بعض أقاضي ملقط بعض كرا حدث تاس أيضا هاس أسود اللي سي قابكو تلا بينكو قاضي قدوميو رنتي قدوميو عو آدي آد وما تسين هاي إنه رقم محمد الله در رأي درايسك وتلا بعض أسوا تلا بعض آدي آد ونعكسن علماء هان يو بعض وحبرش عن آد نسود وينين أما لكن سو قدومي كلام مرة ضد كم لحظة مسؤولية جار أيه وحكة سارن تهاي oo masuuliyadda dadka kala muuminiinta saaran mid ka badana saaran waata dadka wadada u marahay ama dadka ganacsatada la tacaamulahay inuu ka soo bilaabo madax gudoomiyaha gobolku meesha ugu sareysa ah tusaale ahaan ganacsata keenta daragiskan ganacsatada in laga bilaabo dadkiisay step steps ay u kala sareeyaan waata runtii hadda uu galku ka bilowday xeebta liidu ka bilowday sida muuqata inta kale in lagu sii dara lagu baahan yahay waata waa maasantahay professor shafiic waan siin doonaa intaana siin عثمان سيفوين السيو أو كم دلنا يردو خبرة الجامعة مقدشو هي عثمان سيفوين ومقلي سي أستاذ قليف وحوكاه اللي يي لبعت ده من دوريها وحوكاه اللي أيضا قرآن أحاديث بالكورن يتلعب ده قدومي وقاعد السدا وأركته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وربنا شبل لما أنت شقالها يا هرب ذا نظا صاحب هذا الضوض إجلا قيب جلا يا برفاس شافعي يا خليف أستاذ خليف لما أنت ما سلامتين runtii markaan fiirsho su'aashaada hawlgalkan socda ee lagu la dagaalamayo munkarkan iyo hawshan socoto
مكي أن فيري هو قال كان مانتا صعدا لبا شيء بق لبا 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 قاب بق كل قاضي هيا وامد كوباد أهل الدجالنكا منكر كان يا وحن للدجالنكا من دوريها يا قشمات كم ولا مقدسه كوبدا إن هذا الدجالمو ووح آد يا آد ونكسن ووح رضي الله بهناي إن ما لحد الجبل ك ما لحد الدولة دا يا الدولة دا صب دركها سمار يا دمن تدب إن النظام لي مادان وحن أخرى الدجالمايا محيا لي ضلك لبعض هذا هي ستوح أقوين أقول بدن سيدا أنو أميزانه ومن دوريها يدبات يبحر لمدة كأي مدة دنيرو استعمالها مدة قال هذه النقطة مدة من هذه النقطة مدة وحر بعد النقطة دبك أقول وين ذلك الصومالي هيس سجارة قبل كان برادر هيس أنو واحد أميزانه إن تيم من دوريه لكن هذا البوينت مهم في عنتا إن أسرت المبنى المنطق بوينت قصوا إن وذي قرر الله مري وما لحظة قبل كان برادر أي عمرين تصالة قدوميها قبل كأنت تجمل أو جاب جناس أنت تجي لأن يرى ما الدورية استعمالي إن أنت مال سوق كانوا قدوميها إن قل إيو نظام كاس أنت أول استعماله حضانة أنت لا تضرب لا سوق به إيو لذا خلنا نقول أنت لابد وقاعد قدوميها سوما هن حديث السوق مالش طبعا وحي كخلنا سيستم كدولة أي حد يقول كتا وحي حد يقول كتا مسؤولية قدوميها بحد يقول كتا وحي حد يقول كتا لأن يرى لا يلا أو حلو استعمال وحلي رب باور بيوس كتا قرفل أودت أنت عيدا لا استعماله مال سوقي اللي يري أسوون أول أو لقى أسوى حتى أبي يلينين وش ماشوا أقعد فانا يوم مدح أقعد عيسى مالك أسوى أقعد عيسى مركز تاس يلا حديث كم مركز سوقات هذا الشيخ قال لي مرة أمنكم من كان فليغيره بيدي فليغيره مركز لقاه اللي وصح حل الزولي لكن قاب كي كسولي سا إن ده نيرد على أولي أول لقوا لفتا أما ساس لا رغمه ما كسولي سا واحد كسولي سا فليغيره بيدي مساعين نعم فليغيره بيده معهن فليغيره بيده من نقول كرتون حي عليه فلي أنا بحل السولين أيه ومن دوريها يوح استعمالية أيه جمل السولين ما دام من دوري الاستعمال يا مرك من دوري جن عصتها كانت مالكية ما دام ماش يكون استعمال يا مال جن عصي أحد وحاس مرك إن أيه اللي حرو جابت اللي حرو إن من دوريها جن عصتها كين اللي سو حرو ماله أي كسر قل أيان له أي كسر قل إن اللي حرو تعصى واحد فليغيره لكن اللي يرى إن أريه فليغيره ما هذا طلع هذا كنت رأي قابك أيه قابك أيه أحد وحي أحد دولة يا ما لحظة قبل كي دولة بدرك أسكوب دوما دمانتود مرك وجهه الرئيس إن كسر بالعبان إن أي جوجيان ودلك كان سلام من دوريا سبتو أدلك ما لقصة من دبدر لك كانوا ما دام الدبدر لك كانوا إن دلك إيه كان سلام كوم لما رلا بجانا ستدك كانت أيو أي عشرة كك هذا إن كشتك كلا لابتون دهان برامج كت إنه خلي أشياء كان مدة قدنا بس جوابها لو استعمالي وحاس لسوي تجا ما هتل هن نقطة أما مغايد هن نقطة جوابها سو كلاتو شتى أي استعمالي أن وح استعمالي أن أو جالانش دولة دويسيس أو جالانش إن لقى لابتو حرمة سلالة وريجو نظام كسر صمر أي ساس الجسورين كري لكن دالين يرى إن لا تقو ولد يا جبرة سوي جد تلسكو أحضره والله استعماله نظام كسر صمر مركن waxaan seenayaa professor Shafiic Yuusuf Umar oo qadka uga qayb qaadan doona barnaamijka haye Shafiici waa namaqleysay waxaan ka hadlaynay maandooriyaha iyo saameynta uu leeyahay dhinacyo kala duwan ka eegney bal maxaa kaga baxay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamaya dhamaan tiimka shabeelle shacabka Soomaaliyeed wa salaamaya sida malaayiin ta Soomaaliyeed ba waqti ugu horeeyay ay u mahad celiyeen أنا أقول السلوك على أيام أمها دعلينيا وحن وأرين لقوا ولا فرحي ولما دعين إتحس مليان جارة يعني بتشين بين قنسة شرعي بين قنسة يعني وضع تاجران وحن لي هاي لنا عن كثيرين يا لنا عن دقالها يعني كثيرين يا وحن من سنة هاي يعني دقالها بربر كوهب هدي لجهر تجنا أي مهم وتهاي جناشها ضلكة شغلة أنت كجرتو أي هوس ودقي سو دتك مسكح ده وح كان نقطة قدتك أو وح كريلا ويا مرك وارن مهم أو وقت جي صح ده إمادي دين أهان يا أنشح أهان إنجا إن خصوصا أو مهمة أي واجب تهاي ولديه كرا بوليس كا أي إهاد إنه سوق بتاع أو محكمة دقيقة مرة حدي أرنتو أي حكة دافتي oo ay gaadhay inay khawaarijtu anaga nagu gaalayaan oo aan dhahaan waxa tii murtadeen arrimahaas jira oo la qaban waayeen darteed aan waxaan dhihi karaa madaala iyo xukuumaddan hadda jirtaba waxay mudan yihiin in lagu taageero hadal wixii diinna waa intay culimada iyo aqoonyahanka kale ka yiraahdeen
لوبه هي هي مركا ان تلابوين كلو دارو ان مادام هاتن هولغلك او سوده بلونا او مريو سحفي واد ما سنت هاي ان دالك اي قبتان او اخ او اد لو مهديي او ان لغه هور ايمان كريم ان وها مهم ان لو دارو وهي كسو دغان دكدا وهي كسو دغان ايربوركا وها لغه سو ييبيا ايغو رخيص وها لغه كينا حلن وا كخماي مكان سا دحايو وحانا هاي شخص دولته كو جيري او مهمه waxaan kamid ahaa dadkii la dagaalamayay 4 saac iyo bar markii la gaaray gabdha la gelin jiray oo la joojiyay marka waxa weeyaan dawladdu waa in ay awoodda saarta ganacsatada soo dejinaysa oo container-rada ku qarnaysa dabcan way dadaashay waa in wax laga qaftaa laana dhaqaalaha dalka ayaa hoos u dhacaya tusaale ahaan hadda markay baxaan dhalinyarada doonta ka shaqeeya waxay gataan xashiishka naga badigeed waxay galaan bada hindiya mid dhiga keenay oo qaala ayay gataan marka wixii kaluunka ku soo gateen waxay ku sii gadaan xashiishka ay ku sii gataan khamriga ay ku gataan lacagti anaga noo istaagto tilabada la qaadi karo waxa weeyaan in lagu taageero xaafadaha la tago isgoosyada hadda isgooska soo baxayo isgooska dabka iyo meel caan ba jirto lagu gado oo nu garaneyno in madala iyo cid kasto awood leh uu qabta hadalku yiri anigu dabcan in kasto ay weydiinin aad bay muhiim u ahayd هذا الكويري هو يهور يالا سيدسان كو أخرنية وهذا المهم وقفك قلبك تابان يهدو قف دمير ليه يوحو يري واجب ايا نغا ساران بلع دا مقالة دا ومهم اوكي امنغا ايو انشاء يدين تو قفك ديدان وحو نقونا يا دي خطر وحو نقونا يا دين تو كبحايا انكو شخص اهام وحان واركا ارين مال جريني سي شباب ينا يدفكو غلان ايا لا صوحري ارين نقالها نغا خطر كو اها oo diintanada khatar ku ahaa dawladnimada khatar ku ahaa crime ka number 1 ka ahayd ayaa la soo xiray ayaan aaminsanahay thank you dhinaca dhaqaalaha iyo amniga iyo saameynta ku leeyahay diban ka eegi doonaa waan falanqayn doonaa marka waxaan siinayaa ustaad qaliif kadawe ustaad qaliif waa maqlaysay cismaan sayfoyin iyo sidoo kale professor shafiic dhinacyo kala duwan ka hadleen waxaa jira dad magaalada soo geliya sida muuqata maamulku wuxuu dagaal la galay dadkii ku hawlnaa isticmaalka daraagiska waxaa jira dad magaalada soo geliya waxyaabahaas oo ka ganacsada marka kuwaas iyada oo aan tilaabo laga qaadin awood maamulku ma u yeelan karaa in lala dagaalamo dadka isticmaalaya horta aad iyo aad u mahadsan tahay mar labaad baan salaamayaa saaxiibada barnaamijka kala qayb qaadanaya warbaahinta shabeelle waxaan rabaa saaxiibkii cismaan sayfoyin hadalkiisa inaan qodob uga laabto su-aashaadan aan dib ugu soo laabto saaxiibkii cismaan sayfoyin wuxuu kasoo dhawaajiyey wadooyinkana in loo maray ahayd marka arrintan lala dirirahay mid waa ku faraxsan horta iskuma qilaabsani shaqo fiican in la hayo oo guddoomiyaha gobolka madaal uu shaqo fiican u hayo maandooriyaha in lala diriraana ay muhiim tahay oo waajib ummadda saaran ay tahay iyo wixii kastoo xumaan oo ay keeni karo ay ka mid tahay amni darrada iyo waxyaabaha lamidka anshaxumada laakiinse waddadii loo marayay xoogaa waxaa moodaa saaxiibkii sayfoyin aniguna kula duwanahay saaxiibkii sayfoylaakiinse hadaf waa ka midaysan wuxuu soo hadal qaaday saaxiibkii sayfoyin oo raba inaan qodobka dib ugu laabto wuxuu yidhi in boolis loo maro shatiga lagala laabto markaa kadibna guddoomiyaha uu ushiisa uu qaato meesha tago runtii horta waxaa u baahan dadkan digniin ma la siiyey mase lama siin intaas la hubiyo waxaa laga yaabaa guddoomiyaha gobolku inuu digniin siiyo dadka ganacsada dadka goobahan ay u furnaayeen dhallinyaradan runtii hadda boolis baa guddoomiyaha la socday guddoomiyaha keligiis ma ahayn boolis baa la socday markuu dadkan meesha iskugu keenay marka qodobkaas waa in marka hore aan loo samayn wax layihi seefleboodnime waa in la xaqiijiyaa horta oon eeda guddoomiyaha hore laga saaray wuu fududaaday guddoomiyaha ulba hore ka qaato ama midda ah dadka keenaya nebigu salawaatullahi rabbi wasalaamu calayhi diintan furqaanta uu noo keenay waa shay jaamica oo ummadda nolosheeda dhan kulminaysa midda adduuniya midda aakhiraba nebigu salawaatullahi rabbi wasalaamu calayhi wuxuu noo sheegay qofka khamrada caba iyo midka usoo gada iyo kan u kaalmeeya iyo kulli inay lacalad ilaahay ay ku dhacda horta dadka ganacsatada oo u keena u fududeeya ama lacag ha ka qaateen ama iyagu ha cuneen horta ha ogaadeen shay sharcigu diida inay keeneen qofkii shay sharcigu diida keenana adduuniya aakhira ciqaab buu leeyay talahaan marka waxaa dowladda u siinaya horta dadka ganacsatada talahaan waxaan u siinay ilaahay uga cabsadaan ama dadka dowladdana waxaa la rabaa ayagaa mas-uuliyaddii saaranta hadday tahay sirdoonkii hadday tahay dekedihii dhammaan xuduudihii ayagaa jooga ayagaa marka waxaa la rabaa kan cabahaya keliya afkiisa inay safiirin midka keenahay iyo midka kaydinaya hadda waxaan maqlayay baryo dhow beeraha soomaaliya laga sameeya xashiishka lagu sameeyo oo marka laga soo safriyay marka waa in beerahaas la tagaayo dadka wax kale lagu beera intay laga guba xashiishka kuwa keenahaya ama ayrobora kasoo dejiyeen ama dekada ka keenan waa in laga hortagaa tilaabooyin waa in laga qaada
وما سنتهاي أستاذ قليف اسمه سيفنا سينا عثمان سيدا قليف وكده واجيه وحوشه إن مامل كدور جار دقنين أسيي وهذا أيسا عصبين دقنين لسيي مركا لنا عصو صح ماهن وكده واجي أستاذ هذا وما سنتهاي أرتوى حاجرت أنقول جعلك أن جعلنا هاي إن ممكن كان رضا قال ما وحنا إلا زولي جعلك أن جعلنا هاي وحال رب إن إنسان عادي فضل جو أبورين وإنسان جو أبورين وحنا هبانة إن لو رغمه مثلا إن وحنا زولي وأذكر رحصنا هاي وصح واي لكن إن باور كوقف إلا كلن تتصالة تحب بلقى كده حكده وجيه إن وحنا تأرش قدومي إسماعيل تأنشح مرن وحليلا أنشح نظام كاسي أنشح حاسي ده كان توسين تويدا ماشي تقول لني رضا هاي هي لها الدولة هي لك لا إسكاله شخصيات كلا إسكال جوابك كلا إسكال ملك اللي قدوميهم ملعن مركب وحال ربع إن عاد فضوا إيش أنا بدينه إن هذا أنا نسكت أحد دارن دولة دي نظام كذي وحصة واحد دولة دي هو يقول أنا غبر برين إن لا إلى لي كلا ضم بين تي سيستم كدولة نبل تنظيم كدولة نبل دان لا إلى لين وحصة ما يمل مركب ده كاس أن شح من إنتو ده إن لقيه جوابك كلا حنانة إن لقيه ملها لو قلت لك قالوا إذا ما أسلوب تي نظام كي أودياري إن لو جيو إن حبسية ذا لقيه إن حتى هدي لقى مرمي محكمة ذا لكانوا نظام كاس إن لامر أيا صحيت لكن عاد فتحان إن الله قاط أن شح مرين معهن سنة أنا وأنا مثلا أرتيد ذا مرك ما لحظة وحواي دبعا هدي صح كان عصتاد إن لود دقي أو إن لود سمي ومعقول أنا إنك صانع أركن لكن هدي لود دقي حتى إن لود دقي كتلا ما يسو إن دنيري دكتماشس أو قبل تسجيلك أنت لا تق إنسان لا نقم كذا لا نس لكن وحكذا لا نس إن قبل متستان ذاتك أنت لود دي دقني أنت قادم وع أو قبل تجنس هذا لما قبل متستان صماها مدة قدومي فلي وح قدومي فليني كذي طبعا دب إنك صار لقاش شيء قبل إن الحري ما أنت ماشى لقاش شيء تعرف وعرف وأنا كسان فلنتي أسكو أفقصنا لكن لأن يرد إذا ما أنت ماشى في الدسي لما فدين جنسته لما فدين ذاتك لو ما لحق منه لما فدين لكن وحي أيام ذاتك لأن يراه ماشى أيق عبد المرأة والعقد ودي يا مسكح ودي عقل ودي وحده اللي استعمال مرك أيق أباحنا طبعا عقل علن ولما لو جي وحلاش يجو حنانا اللي جي ملك اللي جي لكن إنسان الله رغم أيق ما مضني طبعا واحد كده ريم كرتا حتى أيق إن باور بيس الله رغم ما كده ريم كرتا كده بهمين قدومي وحطة جمالك على تيجي جابك على توتيجي إسكتاف إن الله قاعد تدك كسر أيق ماشل لو تيجي وحلوس مي بل حتى وجدود إن الله صبر نجد وجدود إن القرية ومار لكن بس حنط وحي شيء جيسا ماشل كل قدومي وتيجي الأول نفس ما يوجد ودي القرية غف كان دي محلق الريبة هي سو إن سفع وابو سيد عن رمضان وتاس أحب تاس وحن تروح شيء جيسا دت كان دم وجيه لو قريني إن دت مضحى دت دولة دكتور سن دت صم عليه دت مضحى إن جوابها دت كقار كل ماشى وجيه ساعة درت إن سيد دان يرد يهر الله رغم أنه لا رغم يكرد ما كدت كن اسكم من نقطة أود الدولة نظام الدولة دت اسكم من نقطة تاس أيك ترجمة ما كأنا واحد أمن زنا هاي نظام كان هلا استعماله سيستم كدولة لو قلت لك قوانين عندك سنية شروع عندك سنية هلا قدم بيه فتوا خص الله بني أمر كان دكتور شافعي ينسيني يا برو فيسر الشافعي عداي مقشو بل وحن كان لنا مركن محل قبر كرا دباتوين ك بندوري وصابو يسيدو كلا فلال كان شو حمدا وحبا يصابان دباتوين كودا صحيح في واقع سلام أي هرطة أريد وأريد أد مهم وا دولة نبدا نضع أنت رح تقولين دولة نبدا نضع أي سامين كل هذا إيه دولة نبدا جرتو وحا أصلوا وحيالهن فسق جاي اللي جت لهم. سدان هريك وش جاي بوحي مال جلين وطيبان كوري شباب هدي الرماع خلف كان قبل وايلو. دك مسكح ضير وحي أم لنا يان إن أنا التكفير ناعي. سدان كوش جاي نفمل فمل بضم باكوك كبر بري. دك دك بضم با واشي خرش بضم با وحلو بحيا عافماتك. إن مركا أرنتو أرن مهمة طبعا لكن مهمة وحي تاي سدان شجاي. إن دولدو أي ماشة دبطة يا بارتو دبطة كانت هي طبعا وحباء خلد وحباء خلد وضبط معارض نما يكاك الشيء حلو قرطو أما با طبعا سي إن داركت لي دولد نما دو النعب أما قاريو استعماله ويان وح مهم ماهن قف وحو دونها أديك سدو وح مهم ماهن ننك قف وقف مسؤول لكن دولد دم حالة ربا دولدو حالة ربا إن أي وحن أي طبقة لكتو سي وضو أي قرطو إن شعب كالصوماليات لمان مليون وحدا أي كو تاقيرتي تاسو قد ديجي سارين تلاقي سباسي شرعية لكن جناح استضاء حقيقة جناح استضاء عمر كرة بدي بنقول هي السي حضنا يعني كان باشان دراجة كان حشيش كان إن واحد لقى قبته باي دول عن شور باي كقالتا ولا جرن كرا جناح استضاء إيجا سجرنا يا وحن قبارو إن أود دل صاره أو واحد لقى قبته أرين تنا لقى ديجو أرينا حماسة إهان لكن تاس الله وضو
ayaan qaba xafada lagu gado la garanay xafada Cabdi Aziz meesha lagu gado waa la yaqaan meesha buurta la aado oo tabcan wali guri lagu gada jirto meel yar oo la garan karo ee xambiga ku soo dega xashiga ku soo dega waa la supply gareeyaa mid kale waxay ka timaadaa xalane isla ragga jooga Amazon hadda Atmos la yiraahdo ayaa lacag raqiis ku soo dhiibaa dalka naga u burburo dhaqaalaha naga u burburo dawladdu waa inay awoodda saarta xalka xalka ayaa muhiim ah anagu wax kale inaan ka hadalno muhiim ah arrin diin haday tahay waa sidoo uu yarka sheekh sheegay xadiiska qofka islaamka xadiiskaas Cabdi Qudri ayaa ku filan hadduu diidana uu ku gaaloobayaa waxaan xaqiijinayaa aniga anagoo ku hadlaya shacabka Soomaaliya afkooda amaba maadaama aan shaqsi diblomaasi ee shacabka dowladdana ku hadlaya in aysan jirin shaqsi dowladda ka mid ah oo Soomaaliyeed oo baneysanaya in khamriga iyo xashiishka aan anagu baneysanay ma jiro dadka noo arkay inay murtidiin nahay inay ogaadaan anagu inaanu aan ogoleen waxaan wax ay gaala iyo dad kale ay wataan ay Baata Dr. Shafiici waxa ka hadashay dhibaatada dhaqaale iyo midda amni ee uu Mandoori sababo in xiriir uu ka dhaxayaa sheegtay amni darada iyo Mandooriyaha tilaabooyinka maamulku haatan uu qaadayo oo howlgallada lagula dagaalamayo sooma mudnayn in xoogga la saaro goobaha ay kasoo degayaan in lagala dagaalamo sidaan kuu sheegay ba Cabdisataar goobaha ay kasoo degayaan dabcan haddii wax la qabta waxaasi sidiis ayuu sax ku yahay wax kaloo sax ah laguma eedeyn karo wixii saxdoo la qabtay dabcan hadda waxa la qabtay hal shay oo sax ah waa maxay waa in wax khalada shacabku ay ku farxeen dalka islaamka laftooda ay ku farxeen la qabtay haa in awoodda la saaro way tahay meelaha ay ka yimaadaan dad badan baa yidhi oo aan garanayo mucaarada oo markii horena ka hadli jiray waxyaalaha fisqiga haddana ka aamusay waa sax meelaha ay ka soo galaan waa in awoodda la saaraa number one waa xalane habeenkii waa la soo geliyaa okay magaalada la soo geliyaa aad buuna raqiis u yahay kan laga keena Uganda kana ka qaalsan marka arrintaas waa arrin muhiima soomaalida keliya ma ahna xaganno okay tan kale way dhib badan tahay dal walba ismaagaliga wax la yiraahdaa jirto la soo geliyo containerka lagu qariyo haddana ayadoo aan la kireynin waa in dowladdu ay ganacsatada weydiisaa maadaama canshuur ka qaado oo ay waxaan sii wadaa waxaana sheegayaa dowladda lafteeda waxay helayaan kalsooni iyo taageero aysan weligood helin xag ilaahayna gargaar bay ka helayaan dabcan anagu waxaana dad muslima waxaan marka hore waa laga aamusay waxaan arkay sanadkii lasoo dhaafay dabcan dhowr TV baan ka hadlay laba ciyaal oo yaryar oo laba jir iyo saddex jir ah oo loo dhiibayo baashi shiishad loo dhiibayo ma isteemtay sababtu waxa weeyaan madaxda dowladda qaar ka mid ayaa isticmaalaya si public bacdigeed shacabkii waxay noqdeen inay caadi u arkaan ciyaalkoodii ilaa ay gaarsiiyaan marka arrintani waa arrin diini ah waa arrin dhaqaalo waa arrin bulsho waa dhinac walbaba marka waxaan qabaa waa sax in awoodda la saaro meelaha ay ka timaada dowladdan waan u sheegaynaa waa ladin taageeray sharciyad bay noqonaysaa baarlamaanka loo gudbiyo meesha la doono ha la geeyo dadka maxkamadda ku ordaya maxkamadda waxay haddii arrin shuruur siyaasadda haday timaado markaba warqad bay soo saaraan waxay ahayd xataa haduu booliska u keeni waaye maxkamadaha anagoo tixgelinaya waxay ahayd inay ka hadlaan oo soo saaraan oo dhahaan baaq soo saaraan baaqa siyaasadda ay ku taageeraanba shuruurka siyaasadda u qaataan inay soo taageeraan baed mar hadday taageer waayeen madaali uu saxsan yahay Professor Shafi aad ayaa u mahadsan tahay markan Ustaad Khaliif Kadoon siinaya kaalintiisa Ustaad Khaliif Kadoon sidee lagu hortagi karaa waxyaabaha ammaanka dooriya waa maqlaysa aragtida Cismin Seefooyin Professor Shafi oo qatka ku jira iyo sidoo kale waxaa ka hadashaa kaalinta culimada ay ku leeyihiin wacyigelinta iyo la dagaalanka ammaan dooriya aad ayaa u mahadsan tahay Cabdisataaro horta qaabka lagu hortagi karaa waxa waaye shareecadana noojinaysay maxaa yeelay sida waxyaabaha jira la yiraahdo xuduud iyo wax la yiraahdo tacsiir oo la jideeyay xuduud iyo tacsiir macnaheedu waxa weeye waa ciqaabaha dadka dambiilayaasha la marsiiyo kuwa waaba la dilayo waxaa ciqaabkooda noqonaya in la dilo qofka hadduu qof dilo hadduu qofkii uu baahil oran jiray uu gaaloobo waxyaabo badan oo waxaa jira qofka u keeni kara in la dilo xuduud baa loo yaqaanaa waxna waxaa loo yaqaanaa tacsiir tacsiir waxaa laga wadaa waa dambiyaal fal dambiyeed uu qofku geli karo laakiinse ahadiis iyo quraanku ay saxad ama waxa la marinayo ama ciqaabka qofkaas ay shay u soo hadimeen waxa la yiraahdo waxa la marsiya tacsiir la marsiya tacsiirtaasna waxa lagu qeexa markii tacsiirta la qeexayo ama idbin hadii soo aan Soomaaliyeeyo waa idbin waxa loo yaqaan idbintaas tacsiirtaas ama idbintaas ma raahul iimaan baa lagu qeexa qofku markaas maamulka jooga oo systemka jooga islaamku foodo ma ogola ayuu la ogyahay qofkan inuu xad mutaystay oo ama in la dilo ay tahay ama in la uleeyay ay tahay islaamku ma ogola qof kasta intuu soo ordo ul intuu soo jabsadaha uleeyay
لكن سواء الروا قفه جامية فوضى إسلام كرهالي كما مركب واحد لو بيني ضد كم لحظة أو ضد كم مسؤول كا إلهي كسوكو إن أي عقاب كضد كم مرسين إليه قوة دراجة عبة هي ما أنا إن لقى ده قوة عبة هي اللي يدش ويدد مساكينه ميال إسكت دومان الدولمان كلية إن لقى ده ما أنا قف كم مركب لا حقيقيه كان جن عصلها عقاب بولي شرع وسمي ميت كا كجت عقاب بولي هي كان عبة هي كان جوبت سو كله عقاب بولي عقاب كضد كإلا مرسين وجينا يوم الله قرن مركب العدي عقاب كده إلا مرسين أنت هسا لو قرتي كره إن وجينا الله قرن يوم ما حكى لك كده أنا أنت قفك مركو دمبيلة وياي قفك هذه حل لقوا فينا هاي شرع الإسلام فحى قفتها واحد وإدبين نفسدي سواح الرم إلا إدبيه ضدك أصلا كذن بينا حرام إنك وأنا قاطان مركي حدثك اللي فينا قفك دو زين يستقول له لدعاء ما نجح بالوجود لهاي وما دين تلا سكوية راح الرم إنا أركان سيدتك أصلا أساق جيسا وشهوة أصلا هيسا هي وحيالها النفط أي أمر هيسا وأصلا وقوس قاتل له بهاي مركا كارنتا أو علم ذا أو حال شيء يا إني علم ذو أي كجابيين قابك لو عي جرين لحدود كاس أو كارين تدا أي مكان تاعي مركا تام جرتا أمد إسلامي ورت مركا أنا عن هاي شغلة ولا كليلين علم هذا واحد رواشي كان إني عديا شيء كان يحوم سين عديا دولة دنا واحد لجربة فلين تال جربة عديت علم هذا مركا إنه جابس كتير علم هذا هذا واحد هلين لكن علم هذا إنه جابس كتير واحد كده لكن هذا إنتو شلوغة طول الله مرة واحد رواه إنه واحد لبصله عديت علم هذا لفتير كده إياه أشكون مشكور سمركا علم هذا سمايا لجها الله أودو أنا مش أخجلته. إيه مرك أودو هو كلا ويدي بقى كلا في الرسان أو مدو كلا في الرسان. أيه ده حديث بقى علماء سفيرون هاي مرك مجد علماء دي ميال يكون بديسين أود الدولة خصيصة. دولة مرك على رأينا علماء أود خصيصة سيفرت أو في غان ماشي دم بيكتر إيه دم بيجاس أقابك أوليه. أتا هذا ما سنتها مرك اسمه سيفون السيني اسمان تلابوين كاس أما تلابضاس بلا ونفس ما أودتها هاي مقدشة كير عذان عمل لجزوليوم من دوريها إلى قن حمضة. markii horta loo fiiriyo talaabooyinkan hadda la qaadayo si fiican waxay u tahay bilow wanaagsan waxay u tahay wax wanaagsan gobolka Banaadir oo runtii maalmaha dambe ay daashadeen waxyaabahan xukunka iyo waxyaabaha aqmaanduriyaha iyo dhibaatooyinka xitaa hadda fawaaxishta socota waxay noqotay mid baahday markii loo fiiriyo oo mid caadi ah dhaqamadii caadiga ah dhex noqotay xitaa xabta leedo marka fiiriso oo hadda inta marka leeyra inta hadda howlgalkan uu ka soo bilowday waxaa arkaysa ayagoo dhalinyaro iska caadiyo iska caweynayo meesha iska joogo in wax la yira challenge oo soo kordhay dadsan oo lagu leeyahay wiil iyo gabar challenge lagu sameeyay wiilka xagga samara habsoosi oo wiil islaameed isan aqoon isan garanayn marka that means waxay ka dhigan tahay dadkii bulshadii dhalinyaradii gobolka Banaadir ku noolaa ba xumaanta waxa la noqoto wax iska caadiya maadaama ay ku baaqto laakiin waxa la rabaa in ayadu xumaanta la suulinayo haddana wadada saxda in loo maro waxaan rabaa inaan professor shafiic ustaadka soo aad u maasan wuxuu ku tilmaamay mar dhaweey kalmaadkii waxa dadka sheedinaya kamida in ay tahay mucaaradnimo in la'aana dabcan mucaaradnimo in la'aanta waxa la mid ah taageero in la'aanta ma la mid dee waxa qofku wixii khaldan oo meesha yaala nidaamka khaldan hadda la fiirin oo wixii khaldan aan laga qabo wixii saxan aan la taageerin meesha waxa iimaaneysa fawdada iimaaneysa fawdada hadda sheekhu ka dhawaajinay hadii kala dambeyntii iyo tandiimkii dawliga ahaa ee nalku talagalay aan sameysan hadaan la marin ee qofka saba sawir raba oo isticmaalo u shoo raba oo isticmaalo waxa uu raba uu ku dhaqmo waxa ka dhalanayso fawdada ka dhalanayso waxa ka dhalanaya usha laga dhacay badii leeyihiin qabiilo leeyihiin badii ka dhasheen haddii isticmaalaan ayaguna fawdadoodii awooddooda isticmaalaan maxaa ka dhalanaya dowladnimo naga burburayso waxaa naga burburaya nidaam aan dhisan wax dhan oo burburayaan sidaa darteed marka waxaa la rabaa in seesan fawda u dhalan wax kastaba iyo hay-ad kastaba sidii loogu talagalay iyo nidaamka loogu talagalay awoodda ay leedahay inaysan ka basan awooddeeda iyo la isku tixgeliyo oo hay-adaha kale dowladda in lagu tixgeliyo wixii tacsiirina saas aad u soo dhaweynaya professor shafiici ayaan siinayaa markan shafiici dhowr mar waa ka hadalnay caqabadaha iyo dhibaatooyinka uu sababay maandooriyuhu markan wax laga baran karo wax kasta wax laga barto xalkeeda waa la gaaraa waxa laga baran karaa in maandooriyaha in laga hortagi karo waxa laga baran karaa in shacabka soomaaliyeed ay diyaar u wada yihiin in la zuuliyo oo laga hortago fisqiga fuxshiga khamriga ayaa laga baran karaa waxa laga baran karaa in dowladda lafteeda ay shacabku ay taageeraan meelo ayna fursad aysan dayacayn fursado muhiima oo la helay shacabka soomaaliyeedna waxa laga baran karaa inay la istaagaan tan oo dabcan oo waxan dadkan gaangiska ha noqdaan garcisto ha noqdaan kuwa daroogadan iyo fisqigan ayagu ama dumarka naga hadlayaba ha noqdaan xaafadahaas liida way u badan tahay gabdhaha soomaaliyeed lagu lumiyo
انت لو جيرات ولا شيء كسنية دروج الله سيء قبل دلوميو أو بعدين سوق رجع صار واحد دبعت هذا من هسه أو فين من ولف الصومالي سوق جاري سوق وحلاقي جرن كرا إن لجهور تجي كرا عشر مهمة أو نصام رأي نقرصها أو بهن ملو بالجارسيو. قصدي جدا سنو وقدام بين حال كان كأجينا وحاجر جوابك للدوان أو نقل حمد القصة سيدا وربعين تبرح بالشدة وكله أو تيك توك وكله سامين وكله مركن وسوق جل مركن كهر لنا موضوع هذا كهر لنا بل لنا عاصنا محا كلا جدبون الدولة دا جرهان وزارة الدين تي أغافتا يعني وربعين تلفت يكون على سؤال سيس كيتش العذراء له وربعين تبرح بالشدة يسيدا وكله نقل دوريس ك وحياه بعكس عدا aad baad u mahadsan tahay SP sida maandooriyaha uu dhibaatooyinka u leeyahay ayaa media uu ka qayb qaataa leena wax weyn ruwaydaha nolo keena video filmada nolo keena waa ku anshaxa dhirigelinayo oo aan adduunka laga daawanin oo lacag la'aan kuwaas af Soomaali lagu tijibaa kuwaasna waxay saameeyaan shacabka mid kale dhalinyarada laftooda oo media caanka ka ah waxa ka qof kun hal milyan wata oo dhirigelinaya fisqigii waxaas dawladdu waxay awood u leedahay inay ka xidho oo baraha ay leeyihiin ayaa laga baran karaa waana muhiim laana bulsho waxa bedela waa shan shay shanta shay waxa number 1 ka ah media tv ga ayaa number 1 ka number 2 waa aqoonta taasay ku soconaysa curriculum waalidka jaarka dawladda marka waa in yani 5 agent of socialization oo ah in media awood la saaro wax kasta oo fisqi sheegaya ha noqdo media ha noqdo facebook ama youtube in laga xiro dadkuna wada istaagaan oo ogaadaan awoodooda ay gartaan qof walba inuu san gurigiisa ka cabaadin gabadhii iyo wiilkii aad ku soo tabacday in guriga inta lagu imaado laga kharibo waxa waajib kugu ah inaad adigu ka qayb qaadato si waxaad u suusho fata aad u maasan tahay waa ku maad cinliya professor shafiici ugu dambeyn waxaan ku soo gabgabeynayaa ustaad qaliif kada oo ismaan seefween qaliif aan siinaya qaliif waa maqlaysay xalka marayna waxaa jirta wasaarad arrimaha diinta iyo awqaafta u xil saaran soomaaliya marka makaalintii wasaaraddaas ay lahayd iyo si guud soo gabagabey runtii horta qof kasta oo muslim waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay xumaan meesha ku arka inuu la diriro sida uu la diriri karana uu la diriro wanaagana umadda uu ku booriyay sida aan sheegnay nabiga xadiiskiisa aan soo hadal qaadanayn uu ka hadlayay dowladdeena marka aan fiirino waxay u sameysay wasaarad waxa jira leeyahay wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda diinta iyo awqaafta hadda shaqooyinka loogu talagalay oo la rabay inay qabato loo xil saartay iyo intay qabato farq weyn horta hadda u dhexeeya waxa maxaa yeelay waxbarashadii diiniga had kama shaqeyso nidaam xajka iyo waxyaabo lamid a hadda ka shaqeysa wasaaradda waxaa la gudboon waxaa la rabay horta barnaamijkan iyada hormuud ay u noqoto hadday wacyigelin tahay hadday tahay awoodda inay dowladda weydiisto marka ciidan u baahato munkar ay meel ku aragtay inay hogaamisay ahayd maamulkan uu kala shaqeeya meesha markaas ama maamul goboleedka ay kala shaqeeyaan marka wasaaradda waxaa laga rabaa xataa hadday awooddaas ay weyday wacyigelinta culimaaudiinka inay abaabusho culimaaudiinka inay miidiyaha keento in ummadda xaqiiqada jirdha loo caddeeyo inaan wixii la siyaasadayn in loo sheego munkarku waa munkar hadduu aabaha samaynaya ama cunugeega curadkaa uu samaynahay inaada u fiirin in hebel buu cabaayo maxaa cunugeega loo haystaa waa inaad u aragtaa cunugaaga in munkarka lala diriray cunugaaga aan lala diriray intaas waa inay culimmadu caddeeyaan intaasaana wasaaradda ka aadan cismaan seefweyn hayay soo gabagabey xalka wuxuu yahay ugu dambeynti wasaaraddaas la sadeeda iyo dowladda si guud marka laisugu duubo dabcan ayaga awood u leh ayaga power u leh maanta inay zuuliyaan waxyaabaha xunxunka meesha ka jira oo kaleeto waxyaabaha maandooriya dheh ama su-aasha muhiimka ah taagan oo hadda taagan oo dowladda rabo in la weydiiyo waxay tahay dowladda horta waxay maandooriya u taqaanaa khamriga iyo waxyaabaha lamidka ah lacagmiya maandooriya u taqaanaa masajaadka iyo waxyaabaha lamidka ah oo dhan oo hadda caadiga ah oo nidaamka caadiga oo ganacsiga caadiga loo isticmaalo dadka kasoo dego maandooriya waa kamid hadday kamid yihiin si caadi ah oo la yaqaan oo intaasoo diyaaradood oo maalin kastoo ku imaanaysa ay kusoo degaan kuwaas inay la dagaalamaan oo la joojiyo runtii baraha bulshada marka la fiiriyo sadeed waxay qeyb weyn ka yihiinba dunuubtaas la galayo iyo waxyaabahaas iyo munkarkaas dhacayo inay sii baahaan oo sii baafaan marka tiktok wax lamidka marka yimaado xalku marka wax ila aadnanta aniga se ila tahay koo waa in dowladdu horta
وحيابها عن وكالته إملاه إكسو دقايان وإلا جوجي كان عصتها كنتو وحان كيسو إن لقى جوجي ودقنين مركو الله سيو هدي ديدان أي لفسدو اللي سوحي حدو قوابها إكسو دقايان إربور ده أما دبت أما تكده أما مالك على ده مالك إكسو دقايان إذا مضى فضلية دسك فضلية سو دقن لفسدو إن لسوقبتها مركا نظام كمركا الاستعمال وحي دلك لقى سوري سو دقي ويان كان عصتو إيه لان يرى استعمالك أرتمين مجلس مركا وإن مركا هراء لزوليو سو دقتان كو إن لقى جوجي بعدين دسك هذا ما سنتهي انت سين خصوص جبين إن برنامجك كلن كتدباتك إذا عادي تي في كشبه لا يتكلم سن سن كان داوني سن وحتدبات كان برنامج كان غلق يبقى لي أستاذ قليب كذا وكم إذا بحثوا وحبر شذا ودين عيق فلية اسمه سيفوين أو كم إذا لين يرد وحبر تجمع هذا مقدسه يو سيد كلب بروفيسور شافعي يوسف عمر أو خصوص كان ذلك دي بدي سأقويان سومالية ورنا قالها هي سياسة فلنقية waxaan uga hadlaynay barnaamijka kaalinta culimada ay ku leeyihiin wacyigelinta la dagaalanka maandooriyaha iyo wax laga baran karo ustaad shaafici oo noo qeexay saameynta dhaqaale iyo midda amni ee maandooriyaha iyo waxyaabaha kale ee shaqamada ay leeyihiin iyo si guud talooyinka loo baahan yahay halkana waan abaarnay aniga cabdi sattar ayaa idin tabinayay dhinaca raadiyaha barnaamijkan waxaa ka farsameynaya sakari abdalla tv ga maxamed cabdi inta ayuu ku dhanyahay nabadiin